جيت اخويا على حساب الحاكوزه باش نشري هذه المناسبه ديال الحاكوزه، شريت هاد سميتو هاد بيبي الوليدات نفرحهم ان شاء الله. مناسبه ديال الحاكوزه سمعناها حاكوزه خلاوها لنا جدودنا ووالدينا، وحنا تنفرحوا وليداتنا، تنجيو مناسبه بحال العيد الكبير كاك، بحال عاشوره، بحال كل شيء. من العام للعام وما الدجاج موجود تبارك الله، ولكن هذه المناسبه خصنا نديو الوليدات باش نفرحهم. بركه مناسبه، كل واحد معاش تلاقى. انا ديتهم 3200 ها هو، بركه الله يجعل البركه. اليوم عندنا راس العام ديالنا، حنا عندنا حاكوزه، وانا راه كنبيع الدجاج معرض 35 سنه ماشي على اليوم، 35 عام. واليوم عندنا حاكوزه ديال الفلاحه، حاكوزه حاكوزه، حنا كنقولوا لها حاكوزه ديالنا. كيديروا الدجاج والبيض والطريد، كاين اللي كيدير الكسكسو، كله واش كيدير؟ كله هذا هو، هذه هي حاكوزه ديالنا حنا. نجيو على حساب حاكوزه، على حساب التقاليد اللي حلينا فيها عينينا، وشنا والدينا كيحتفلوا بها، كيقولوا راه السنه ديال المسلمين، اما راه السنه ديال راس العام كيقولوا راه ماشي ديالنا، وهذا هو اللي كيحتفلوا به هما، كيقولوا راس العام جديد. فهمتي؟ بحال دابا 2020 كيقولوا راه ديال الفرنساويين، ديال وهذا ديال الاسلام. ديال الفلاحه وديال المسلمين كاملين، ماشي غير ديال الفلاحه. وكنحتفلوا به وكيديروا عليه، شي كيقول ليها راه باز، شي كيقول ليها رفيسه، وهذا الشيء اللي كاين. احنا حلينا عينينا في هذا الشيء، وحنا كنديروه، واخا ما كناكلوش كنشريوه. ضروري نشريوه الا لقينا شي ثمن مزيان، وضروري نديو الباروك، ما جينا الا نديو الباروك، ضروري نديو الباروك.